مقتل 5 مدنيين بينهم امرأة وإصابة آخرين نتيجة قصف النظام بالمدفعية والطيران الحربي مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي وخروج مشفى المدينة عن الخدمة جراء غارة جوية. مقتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية وإصابة مدني جراء انفجار عبوة ناسفة قرب مبنى البحوث على طريق الكسرات جنوب الرقة. الجبهة الوطنية للتحرير تعلن عن مقتل وجرح عدد من قوات النظام بعد استهداف مواقعهم بصواريخ جراد في قلعة المضيق ومعسكري النحل وجورين بريف حماة. منظمة هيومان رايتس ووتش تطالب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة بمعالجة الضرر اللاحق بالمدنيين أثناء العمليات العسكرية في سوريا. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني، طالت للمرة الأولى نائبين في البرلمان ومسؤولا أمنيا رفيعا، وتؤكد أنه يجب عدم التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله. رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يقول إن بلاده تدرس إمكانية مد أنابيب لنقل النفط العراقي عبر سوريا والأردن بعد تزايد التهديدات على الملاحة في مضيق هرمز. مجلة فورن بوليسي الأمريكية تقول إن فرنسا وبريطانيا وافقتا على إرسال قوات إضافية إلى سوريا بزيادة تتراوح بين 10 و15% لسد الفراغ الذي قد يفرضه الانسحاب الجزئي للقوات الأمريكية.